اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج اتجاهات الصحافه، نطالع في حلقه اليوم. خصوصية الواقع الليبي والسيناريوهات المحتملة، تداعيات التدخل الدولي وتدابير الحد من أضراره، تكاسل أوروبي تجاه ملف الهجرة غير القانونية. نناقش هذه المواضيع وغيرها مع ضيفنا عبر سكاي من تونس، رئيس تحرير مساعد بالمرصد الليبي للإعلام نجيب الصيداوي. سيد نجيب، أرحب بك معي في برنامج اتجاهات الصحافة اليوم. أهلا وسهلا بكم. يرى متابعون للشان الليبي أن استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا وفشل الحلول السلمية يضعها أمام مفترق خطير يهدد بنشوب حرب أهلية، حيث يشير مراقبون للخصوصية الليبية اجتماعيا وسياسيا وافتقار البلاد للمؤسسات الحقيقية التي قد تساهم في استقرار الأوضاع. ذكر الكاتب في مجلة جون أفريك الفرنسية الأسبوعية المهتمة بالشؤون الإفريقية يوسف آيت أكاديم في تقرير نشر يوم 30 أبريل الماضي بعنوان ليبيا إما الحرب أو السلام، أن ليبيا تجد نفسها اليوم أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تحدد مستقبلها وهي كالآتي. ويرى الكاتب أن السيناريو الأول يتمثل في نجاح مسارات الحوار المستمرة في كل من المغرب الذي يجمع الأطراف المنتخبة وفي الجزائر التي تجمع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وفي بروكسل التي تجمع الممثلين المحليين وفي القاهرة التي تجمع القبائل. وأشار الكاتب إلى أن السيناريو الثاني المتوقع في ليبيا جاء على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون عندما قال ليبيا أمام خيارين، الحوار السياسي أو الخراب، في إشارة غير مباشرة إلى استمرار المعارك بين الأطراف المتصارعة. ولفت كاتب المقال إلى أن السيناريو الأقرب للتحقق يبقى تواصل الحرب الأهلية، وبالرغم من الهدوء النسبي للمواجهات حالياً، لكن يبقى تواصل هذه الحلقة المفرغة بين الهدوء النسبي والمواجهات مرشحة للاستمرار. وجاء في مقال آية أكاديم أن الأهم في المرحلة الحالية هو المحافظة على مؤسسات الدولة الليبية، خصوصاً أن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ما زالا يحافظان على حيادهما، خاصة أن هذه المؤسسات تملك أموال الدولة. أجرى الصحفي الإيطالي ستيفانو مانيي على الموقع الإيطالي لنوفا بوسولا كوتيديانا حواراً مع الباحثة المختصة في التاريخ المعاصر، حيث ذكرت رداً على سؤال بشأن اندلاع حرب أهلية في ليبيا بدل بناء الدولة إن الجواب يكمن في البحث عن الخصوصية الاجتماعية السياسية لهذا البلد، فتاريخياً لم يكن لليبيا قط مؤسسات فعلية وحقيقية. وأشارت ميكيلا ميروكوري في حوارها مع الموقع الإيطالي إلى أنه من المؤكد أن لا أحد من القوات في الميدان لديها إمكانات قوية بما فيه الكفاية لتحقيق نصر عسكري حاسم، ولهذا ما تزال المعركة مستمرة علاوة على تواصل حالة عدم الاستقرار. ولفتت ميروكوري في حوارها مع الصحفي الإيطالي إلى أنه من الصعب تشكيل حكومة وحدة وطنية في القريب العاجل، خصوصا على ضوء ما يحصل بالداخل إلى جانب العوامل الخارجية. أذكر أن ضيفنا الكريم يحدثنا عبر سكايب من تونس، وهو رئيس تحرير مساعد بالمرصد الليبي للإعلام سيد نجيب الصيداوي. يعني بداية سيد نجيب، هل توافق على ما ذهب إليها الكاتب أكاديم هنا على مجلة جون أفريكا الفرنسية إلى أن السيناريو الأقرب للتحقق في ليبيا هو تواصل الحرب الأهلية فيها؟ نعم، نحن مشكلة معقد في ليبيا إلى درجة أننا لا يمكن أن نحكم على نهاية هذه الحرب إن صح التعبير، لأن الجماعات أو الكتائب المسلحة كلها يعني مقيدة خاصة بالجانب المحلي، وهنا يمكن أن يتواصل الصراع في حال استبعاد الحوار أو استبعاد فكرة الحوار مع الآخر، خاصة بين الشقين الطرفين المتنازعين في طبرق وطرابلس. يعني هنا المشكل الكبير هو كيف سنجمع بين هذين الشقين في للحوار ونزع السلاح فيما بعد. هذا المشكل الذي يعترضنا الآن. يعني
طيب، في ظل قراءتك هنا لمجريات الحوار القائم الآن بين الفرقاء السياسيين، أترى أن من السهل الحديث عن توافق سياسي؟ المشكل كما قلت يعني هو معقد بالأساس، لأن المحاور أو المفاوض لا يمكنه أن يأخذ قرارا بمعزل عن الكتائب المسلحة. يعني ربما يكون هناك توافق بين شقين السياسيين يعني، ولكن يمكن للكتائب المسلحة أن تفرض رأيا آخر إذا لم يتوافق مع توجهاتها في نهاية المطاف. هنا يكمن المشكل، أننا الفرق بين السياسي والعسكري إن صح التعبير يعني في 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 في, في كلا الجانبين. ربما يكون الجانب في طرابلس متفق مع الجانب العسكري، الجانب السياسي والعسكري، لكن يمكن أن يكون في طبرق هناك، على سبيل المثال يعني، هناك تباين في الآراء بين الجانبين، وهنا كما قلت يكمن المشكل. طيب، نفس الكاتب سيد نجيب أشار إلى أن تخلي المجتمع الدولي بسرعة عن مراقبة المسار الانتقالي في ليبيا ربما يتحمل جزء من مسؤولية ما آلت إليه الأمور في ليبيا، إلى أي مدى توافق على هذا؟ نعم، بدرجة كبيرة وبنسبة كبيرة المجتمع الدولي سارع وتسرع في إعلان التحرير أو إسقاط النظام وانسحب بسرعة يعني. لكن المشكلة أننا هنا في ليبيا إزاء مجتمع قبلي بالأساس، وإضافة لذلك القذافي لم يبني دولة ومؤسسات. هنا يكمن الإشكال، أنا لا هنا لا دولة ولا مؤسسات، بخلاف ممكن المؤسسة الوطنية النفط أو والبنك والمصرف ليبيا المركزي، هما المؤسستان محايدتان إلى حد الآن وقائمتان. هنا المشكل الكبير يعني أننا لا يمكن أن نتحدث عن حوار في ظل وجود السلاح عند كلا الجانبين. طيب، هنا الباحثة في تاريخ المعاصر على الموقع الإيطالي لانوفا بوسولا يعني تحدثت عن الخصوصية الليبية ودورها في تحديد السيناريوهات المستقبلية لليبيا، يعني كيف تعلق على ما أشارت إليه هنا الباحثة؟ نعم، الخصوصية الليبية هنا الحديث عن خاصة المجتمع القبلي في ليبيا، يعني القبيلة هي بالأساس التي تحكم إن صح التعبير في 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 القطاع التي تحكم فيها. هنا لا يمكن الحديث عن الحوار إلا عندما تجتمع هذه القبائل على طاولة الحوار وتؤكد على ضرورة أن إلقاء السلاح جانبا حتى يستمر المجتمع الليبي ويبني دولته. هنا الخصوصية الاجتماعية في ليبيا تعود أيضا إلى عدم وجود مؤسسات حقيقية في البلاد. كما قلت، القذافي لم يبني دولة ولم يبني مؤسسات يمكن أن تتواصل حتى بعد سقوط القذافي، وعندما سقط القذافي سقط نظام وانهارت البلاد. هذا هو الإشكال. طيب، نفس الكاتبة سيد نجيب أو عفوا هنا الباحثة الإيطالية ترى أنه من الصعب الحديث عن تشكيل حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية في القريب العاجل، هل هذا ناتج برأيك عن قراءة حقيقية فعلا للصراع في ليبيا؟ الحوار متواصل منذ مدة، وكل شهر يعني هناك من ينسحب وهناك من يعود إلى الحوار، هناك من يريد فرض رأيه على الآخر. هذا هو يعني المشكل في الحوار الليبي بالأساس. الطرفين المتصارعين ومن وراءهما، حتى هنا يمكن أن الحديث عن ضغط يمكن يكون دولي أو إقليمي لكلا أو أجندات يعني إن صح التعبير. هذا هو الأساس يعني، إذا لم يكن هناك توافق بين كلا الطرفين، وخاصة وهنا نشدد دائما على دور القبيلة في هذا الحوار أيضا، هي التي يمكن أن تفرض أو تبسط الحوار ليكون في الطريق الصحيح. وبهذا تبقى معي سيد نجيب وأنتم مشاهدين في المحور الثاني.
تشير تقارير إعلامية إلى النتائج السلبية التي خلفها التدخل العسكري الخارجي في ليبيا سنة 2011، حيث يرى البعض أن التدخل كان فشلا ذريعا حول ليبيا إلى دولة فاشلة تصاعدت فيها أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يشير آخرون إلى أن الوضع الحالي في ليبيا يدعو لاتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الأزمة والتقليل من تداعياتها. تناول الكاتب ألانجي كوبرمان في تقرير صدر على موقع مجلة فورين أفار الأمريكية موضوع التدخل الأمريكي والغربي في ليبيا، مشيرا إلى أن الهدف من التدخل في ليبيا كما أوضح أوباما يتمثل في إنقاذ حياة المتظاهرين السلميين المطالبين بالديمقراطية والذين كان يستهدفهم القذافي. ولم يمثل الأخير خطرا على زخم الربيع العربي فقط، ولكن كان يهدد بارتكاب حمام دم في بنغازي. ولفت الكاتب إلى أنه كان يبدو أن الولايات المتحدة قد حققت أهدافها في دعم الربيع العربي تفادياً للإبادة الجماعية على غرار رواندا والقضاء على تحول ليبيا إلى مصدر محتمل للإرهاب. وأوضح كاتب المقال أنه تبين أن تدخل أوباما في ليبيا كان فشلاً ذريعاً، فلم تفشل ليبيا فقط في أن تصبح ديمقراطية، بل تحولت إلى دولة فاشلة وتصاعدت أعمال العنف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في مقال الكاتب ألانجي كوبرمان أنه على الرغم من الفوضى الهائلة الناجمة عن التدخل الدولي، يقول بعض مؤديه النادمين إن البديل ترك القذافي في السلطة سيكون أسوأ، وهو لم يكن مستقبل ليبيا على كل حال. ذكر الكاتب فرش كندي في مقال على صحيفة العربية الجديدة أن ما تمر به ليبيا من فوضى واحتراب وصراع اختلط فيه البعد الجهوي بالعقائدي والمصلحي بالحزبي بالعرقي، بالإضافة إلى التدخل الخارجي بشقيه الإقليمي والدولي، أثر تأثيرا كبيرا في كل الأطراف وقسم الليبيين إلى فسيفساء متنوعة. وأشار الكاتب إلى أن الحال وصل في ليبيا إلى درجة كبيرة من التفتت والتمزق الذي ينذر بعواقب وخيمة تطال الوحدة الوطنية أولاً، وإلى التغيير الديموغرافي للتركيبة السكانية، وإلى خلخلة في النسيج الاجتماعي ثانياً. ونوه الكاتب إلى أن الأمر يدعو بصورة ملحة وسريعة إلى الأخذ بتدابير قد تساهم في الحد من هذا التخلخل، وربما يكون هذا الأثر الذي يساعد في احتواء الأزمة والتقليل من تداعياتها والتحجيم أو الحد من أضرارها. سيد نجيب، هنا الكاتب ألان كوبرمان على موقع فورين أفار الأمريكي ينتقد التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا ويقول أنه فشل فشلا ذريعا. في رأيك لماذا ذهب هذا الكاتب إلى هذا الرأي؟ نعم، لنعد يعني بعجالة أن القرار 1973 كان هدفه حظر جوي على قوات القذافي، ولكن فيما بعد تحول الأمر إلى قلب النظام، وهو ما رفضته روسيا والصين فيما بعد. وهذا يحيلنا إلى أن الصراع كان منذ البداية، أو القرار منذ البداية كان يحمل في طياته إسقاط النظام. وهنا عند كل التجارب علمتنا أنه عندما يتدخل الأجنبي في بلد ما في صراع مسلح يزيد الوضع أكثر سوءا. وهنا يعني حول الغرب حول ليبيا فيما بعد إلى دولة فاشلة، وهو انسحب بشكل سريع وتسرع في الانسحاب، لأن ليبيا لم تكن فيها دولة ولا مؤسسات. طيب هنا البلد. طيب هنا ما البديل كان للمجتمع الدولي غير التدخل العسكري عليه أن يتخذه؟ ربما كان البديل هو التمشي في الحوار الذي كان يقوده جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا، وكاد يتوصل الى اتفاق مع القذافي حينها، لكن المجتمع الدولي رفض ذلك وسارع في الحل العسكري. طيب هل ترى ان مسؤوليه الفوضى في ليبيا سببها عدم قدره السياسيين المحليين على لعب أدوارهم بالشكل الصحيح؟ في البداية هي الدولة، العمود الفقري للدولة يكون الجيش.
وهنا ليبيا لم تمتلك جيشا يكون يعني عمودها الفقري حتى تتوافل الدولة، ولا مؤسسات. وفيما بعد السياسيون يعني كان هناك تناحر أو تنافس، يعني هنا يسعى كل من الطرفين إلى أن يكون هو المسيطر على الدولة. ونشب فيما بعد الصراع الذي وصل إلى حد الآن، هناك سلطة في طبرق وسلطة في طرابلس، وهذا لن يخدم المجتمع الليبي ككل، والمواطن الليبي هو المتضرر من كل هذا الصراع الذي ربما يتواصل إلى سنوات إذا لم ينجح الحوار الذي يقوده برناردينو ليون في تبع الأمم المتحدة. طيب سيد نجيب، يعني هل من الممكن أن تؤدي تبعات الصراع الحاصل إلى التغيير الديموغرافي هنا للتركيبة السكانية الليبية وإلى خلخلة في النسيج الاجتماعي وفقا لما ذهب إليه طبعا هنا الكاتب فراش كندا؟ نحن نخشى أن ينقسم المجتمع الليبي وتنقسم ليبيا إلى أقاليم أو مناطق كما كانت في الماضي، يعني ثلاثة أقاليم، فزان وبرقة وطرابلس، وهذا سيكون له تداعيات وخيمة على المجتمع الليبي وحتى على دول الجوار ربما فيما بعد، لأن تفكك الدولة سيضر بمصالح المجتمع وحتى دول الجوار التي حقا يعني تضررت من الفوضى في ليبيا إلى حد الآن، كما أن التدخل المصري ربما سيزيد الطين بلة فيما بعد. طيب ذات الكاتب سيد نجيب تحدث عن ضرورة اتخاذ تدابير سريعة للحد من تفاقم الأزمة في ليبيا، في رأيك ما هي التدابير التي أشار إليها أو التي من ممكن اتخاذها؟ لابد من إنجاح الحوار وإقناع جميع الأطراف بما فيها السلطات في طبرق وفي طرابلس، وكذلك الكتائب المحلية، يعني هنا نسيج اجتماعي وخليط يجب أن يكون متجانس فيما بعد، ولكن الحوار سيكون شاق جدا حتى يكون الجميع على طاولة واحدة ويقتنعون بضرورة بناء الدولة، لا تواصل العنف والصراع وهذا الصراع الذي لا يخدم أحد الأطراف البتة. وبهذا تبقى معي سيد نجيب. الحوار هو البديل ولا غيره. نعم، وبهذا تبقى معي سيد نجيب في المحور الثالث والأخير وأنتم مشاهدينا الكرام. تثير تداعيات الهجرة غير القانونية وغرق الكثير من محاولي الوصول إلى أوروبا من خلالها تثير ردود أفعال تستنكر الموقف الأوروبي تجاه هذا الملف وتصفه بأنه مناف للإنسانية لكون أوروبا تأخذ موقف المتفرج أمام موت المهاجرين. وفي ذات الوقت يتوقع البعض بأن مأساة المهاجرين ستسوء أكثر مما هي عليه أمام التكاسل الأوروبي بشأنها. تطرق الصحفي هيربرت برانتل في مقال على موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي إلى الفواجع التي أصبحت شبه يومية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تتوالى فيه فواجع غرق اللاجئين السريين بالمئات وهم في طريقهم إلى أوروبا، يمتلك الاتحاد الأوروبي الوسائل والسبل لإنقاذهم والحيلولة دون موتهم غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط. وذكر الكاتب أن أوروبا تبقى رغم ذلك في موقف المتفرج وتحمي نفسها من اللاجئين السريين بتركهم يغرقون في عمق البحر، ما تقوم به أوروبا من وسائل ردع مناف للقوانين الدولية. وختم برانتل مقاله بأن الاتحاد الأوروبي حاصل على جائزة نوبل للسلام، وأن هذا الاتحاد الذي يتفرج على موت اللاجئين يجب أن تسحب منه هذه الجائزة، فهو يتخذ البحر حليفا ويستخدمه ضد اللاجئين. تتناول افتتاحية صحيفة التايمز موضوعات عدة، جاء أحدها بعنوان الصمت الدبلوماسي عن مأساة المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا.
ذكرت فيه الصحيفة أن مأساة اللاجئين الليبيين سوف تسوء أكثر مما هي عليه أمام أعين الأوروبيين المتكاسلين قبل أن يكون هناك تحرك جماعي لحل أسباب الأزمة. وجاء في افتتاحية التايمز أنه يبدو أن القدرة الأوروبية على التعامل السريع مع أزمة المهاجرين تتحسن، ولكن المطلوب هو وجود استراتيجية لإحلال السلام في ليبيا وإعادة توطين المهاجرين. وأشارت صحيفة التايمز في افتتاحيتها إلى أن المطلوب هو وجود عملية إنقاذ ذات موارد جيدة وقواعد قانونية تسمح فقط لمن تنطبق عليه شروط اللجوء بالبقاء في أوروبا، وبدون تلك القواعد فتزداد مشكلة الهجرة ويزداد نفوذ الأحزاب الأوروبية المتشددة المناهضة للمهاجرين. سيد نجيب، هنا هل يمكن الحديث على أن أوروبا فعلا تستخدم البحر حليفا لها لغرق المهاجرين السريين العابرين إليها بطرق غير قانونية؟ في البداية يجب أن أذكر أن هذه الظاهرة تسارعت وتيرتها جراء الفوضى في ليبيا، وهنا أوروبا خاصة إيطاليا لطالما طالبت بضرورة التدخل السريع للحد من هذه الظاهرة عبر السفن، ولكن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه خذل إيطاليا أن جهاز التعبير، وهي وكانت قد بدأت عملية بحرنا ثم انتهت الاعتمادات المالية، وهنا إيطاليا طالبت فيما قبل أو ألمحت إلى إمكانية تدخل عسكري. هنا المشكلة هو في إيطاليا أن هناك خوف من أمرين. الأمر الأول هو كما قلنا تنامي هذه الظاهرة، ثم الخوف من أن يكون هناك من بين المهاجرين غير الشرعيين جماعات تنتمي إلى تنظيم داعش، وهو الخوف الذي ركزت عليه خاصة الصحافة الإيطالية منذ مدة. طيب، هنا لماذا أوروبا تقف عاجزة إن صح التعبير عن إنقاذ أرواح المهاجرين الذين يغرقون في المتوسط رغم امتلاكها الوسائل والسبل لإنقاذهم؟ أوروبا لامت إيطاليا لأنها أعطت أو منحت بعض السوريين وغيرهم المهاجرين تأشيرات لدخول التراب الأوروبي إن جاز التعبير. هنا أوروبا لا تريد من لهؤلاء المهاجرين أن يصلوا إلى أرضها حتى لا تزيد المشاكل التي تواجهها خاصة الحالية من بطالة وغيرها، وكذلك هناك خوف أيضا كما قلت من وجود جماعات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية يمكن أن تهدد أمنها. نعم. طيب سيد نجيب، يعني صحيفة التايمز تناولت مأساة المهاجرين غير القانونيين من ليبيا إلى أوروبا تحت عنوان الصمت الدبلوماسي، ما خلفيات اختيار هذا العنوان كافتتاحية لهذا الملف حسب تصورك؟ ربما هي تريد أن تحيلنا إلى عدم وجود حوار دبلوماسي أو حوار بين الأوروبيين حقيقي لحد من الظاهرة أو مواجهة هذه الظاهرة حتى يكون استقبالهم بشكل يمنحهم اللجوء، وهذا ما يخيف أوروبا بالتحديد كما ذكرنا. يعني نعم، وبهذا أشكرك جزيل الشكر. حدثنا عبر سكايب من تونس رئيس تحرير مساعد بالمرصد الليبي للأعلام نجيب السيداوي، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا غالية أبو زحفوف، في أمان الله.